الله معكم مشاهدينا، واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من العراق اونلاين. راح نكون انا وياكم بنعمه ربنا بالبث المباشر لنحكي عن الاشياء العراقيه الرائعه، خاصه الليله لانه راح تجمعنا بين الكلمه والريشه والالوان والفن وتاريخ من العمر، ذكريات عراقيه كتبت ضد داعش اكيد، لانه وقت نشوف السيف وفي مقابيله ريشة وفن وفي كلمة، الكلمة يلي بتتحدى الواقع المرير بتوصل وبتبقى محفورة للتاريخ إلى الأبد. بيسعدني أنا وياكم الليلة نستقبل ضيفين، ألفيرا أهلا وسهلا فيك بيناتنا. ألفيرا من الأشخاص العراقيين يلي عم يرسموا أحلام عراقية موجودة خارج العراق، والناشط الاجتماعي الكاتب الأستاذ سمير أهلا وسهلا فيك بيناتنا. استاذ سمير رابي يونان. نعم. اوكي، والفيرا جاليانا اهلا وسهلا فيكم بيناتنا، ضيفين عراقيين عزيزين اهلا وسهلا. بدايه خليني اقول لك ايها المعلم معلم الاجيال كل عيد وانت بالف خير. اكيد استاذ سمير كان بكليه العلوم بالموصل، وياما اجيال مرقوا معك عبر التاريخ اكيد عبر سنين العمر يلي عم نشوفها اليوم مجسدة بتجاعيد وجهك الرائعة. فأهلا وسهلا فيك بيناتنا. أنا وياك اليوم بدنا نرجع بحقبة تاريخية لورا نستذكر، ما هيك؟ إن شاء الله. وخليني أنا وياك نقدم وردة حلوة مثل وردتنا وضيفتنا الليلة. أهلا وسهلا فيك ألفيرا كمان. أكيد بدي أعيد كل الأساتذة المعلمين والمعلمات العراقيين يلي احتفلوا بعيد ميلادهم. نحن بلبنان نحتفل بعيد المعلم بتسعة الشهر، ولكن بما أنه نحن هدفنا وحياتنا وسياق حلقتنا هي كلها عراقية، من هيك رح نعيد معكم أخوتنا العراقيين وقول نشكر الله على كل معلم ومعلمة حمل قلم حمل ريشة وحمل حرف على مدار هالعصور. منعرف قديش العراق بلد الحضارات بلد الثقافة والكلمة، للأسف اليوم العراق يجابه بالدمار بالهون والرصاص، ولكن مقابل كل رصاصة أنا أؤمن أنه في كلمة وفي حرف عم يرجع ينبت وكأنه سنبلة قمح من جديد. نعم هيك منتحدى الشر، هيك علمنا يسوع المسيح يلي هو البداية والنهاية ويلي هو الكلمة المتجسدة فينا. من هيك هالحلقة اليوم رح تكون كتير مميزة، فيكم تتواصلوا معي على الأرقام يلي رح تشوفوها بأسفل الشاشة، أكيد عبر الفايبر لنسهل عليكم على الرقم يلي كمان عم تشوفوه بأسفل الشاشة. خليني أقول تحية كتير كبيرة لنورس، بدي أقول لك الله يكون معك، كتير فرحانة أنك عم ترافقينا. كمان ذكرى ندى كل الأشخاص يلي عم يرافقونا، إلي فارس تحياتي لألكم، رغيد القاس موسى، رائد الجميل، مريم حنا، راشال يوسف، ذكرى، بول عماد، جوال رمزي فضول، ميلاد نجيب، جون أنتون وإيمان هرمز. تحياتي لألكم وتحية كتير كبيرة للأشخاص ولأصدقائكم ألفيرا وأستاذ سمير يلي بس حطينا الإعلان نهالوا بالتعليقات الحلوة لألكم ومن الأقارب ومن الأصدقاء، فتحية كتير كبيرة لألكم ولكل يلي عم تتابعونا. خلوني قبل ما بلش أنا وياكم حلقتنا نشوف كمان فن مميز قام في أرام، أرام القس الياس يلي هو رح يكون ضيفنا ولكن بطريقة مميزة من خلال الرسمات يلي رح نشوفها أنا وياكم تباعا. إذن أرام القس الياس هو شاب عم يرسم شال، لأنه حدا قال له كتير عبالي ترسم شال. السيدات بنعرف ببغداد او بالمناطق القرويه بيعملوا هالشال بالابره والخيط وبيعملوها وبيتغنوا فيها وبيلبسوها كزي شقطه وزبن، صح؟ ولكن الليله أرام القاس الياس حب يعمل هالشغله على طريقته، فتحيه كثير كبيره لهالشال الحلو ولهالفن الراقي. أرام بدي حييك تحيه كثير كبيره واقول لك عن جد انت بتشبه العراق، عراق الفن، عراق الجمال، عراق النهضة. نحن أكيد عم نحكي عن حلم العراق، والعراق يلي نحن منعرفه ويلي نحن شايفينه، مش يلي هو الواقع المرير يلي هو فيه اليوم. أكيد أستاذ سمير أنا وياك بدنا نرجع لجامعة الموصل، بدايتك يمكن بالتعليم، وبنعرف قديش كنت عم تعطي زوادة لكل شخص مرق معك.
شو بتخبرنا عن هالتاريخ؟ اولا انا اشكر هذه القناه اللطيفه والتي جعلت نافذه على العراق، وثانيا اشكر الشعب اللبناني المضياف الصديق الصدوق الذي احترمنا واحتضننا واوانا وقدر ظروفنا. نعم. انا يعني الكليه خلصت جامعه سليمانيه من 76 الى 80، وبعدين تعرفين الحرب العراقيه الايرانيه الطاحنه وبدون سبب. 87 قبلت الدراسات العليا ماجستير الجيولوجيا، 90 استطعت اكمال شروط الشهاده بتقدير جيد جدا. نعم. بقيت تقريبا سنه بالجامعه، ونتيجه لعدم انتمائي لصفوف البعث ولدي فكري الخاص لم يرغب من هو على سدة القرار في الجامعة، نقلت إلى مديرية مسح الجيولوجي والتحرير المعدني في بغداد، وهنالك أثبتت وجودي من خلال دراسات أكاديمية وتقارير، والحمد لله لحد الآن تدرس ويعني يتصلون في ويشكروني. نعم. أستاذ سمير، حضرتك من وين؟ من العراق؟ أنا من بلدة القوش التي تقع بحدود 40 كيلومتر شمال مدينة الموصل، بلدة مسيحية حرة يحتضنها جبل أشم أجرت، قصبة أبية، قصبة معروفة بنشاطها الثقافي بعلمها بشهاداتها بنقاشيها بكل فروع الحياة. نعم. وهكذا على مثال بلدات كثيرة بالعراق مما تتغنى بهذا الرقي وهذه الحضارة. الفيرا كمان عارفين عن حالك، من وين أنت؟ أنا ألفيرا مازن جليانا من بلدة الأسقف في سهل نينوى. طبعاً تهجرنا من تل الأسقف، يعني مثلنا مثل كل المسيحيين اللي تهجروا، وعانينا كثير، ومعاناتنا يعني همينا ما تختلف عن معاناة بقية المسيحيين، كلنا عشنا نفس المعاناة. وتهجرنا على لبنان تقريباً أكثر من سنة ونص، وهذا هي يعني حالك حال الصبايا والشباب الموجودين. قد ايه لك بلبنان؟ تقريبا صار لي شيء سنه ونص. يعني للاسف اليوم بدل ما تكوني بالجامعه وتكوني عم تحققي احلامك بطريقه يمكن اجمل، الدهر خليك تكوني لحد الساعه 7 وشوي تقريبا بعدك اليوم بالشغل. كنا عم نتواصل انا وياك تحت الهواء، فتحيه كثير كبيره لك، تحيه لكل شباب وصبايا يلي تركوا العراق مجبرين قصرا انه يتركوا هالبلد الحلو ويتوجهوا على بلدان الجوار ليكملوا حياتهم، مش بس خوفا من الارهاب، اكيد يمكن كلمه خوف صاروا يعرفوها كثار، لانه في الجرح العميق يلي هو الجرح العراقي يلي صار مزروع بقلب كل شاب وصبيه وبقلب كل انسان مثل اعمار استاذ سمير وما دون وما فوق، حتى الاطفال اليوم مشرده خارج العراق. الكن اكبر تحيه اجلال وكبر، قلبنا بيكبر فيكم لانكم شهداء احياء لمحبة يسوع بحياتكم اليومية، فأنتوا عم تشهدوا كل يوم لهالمحبة العظيمة ولتعاليم يسوع المسيح لأنكم اضطهدتوا من أجل اسمه. استاذ سمير، أكيد الكلمات تعجز عن وصف ما هو العراق اليوم. حضرتك حملت مذكراتك، حملت تاريخ كتبته من العمر مع عائلتك وتوجهت للبنان، قديش صار لك بلبنان؟ يعني بحدود سنة وشهرين. نعم. أنا وصلت هنا 4/1/1916 وننتظر رحمة الله، يعني ما في إلنا طريق آخر، يعني ماكو احتمالات بالحياة، هو طريق وهذا لازم نمشي به. نعم. ولو نرجع ونتحمل أو نبقى ونتحمل. ما هيك يعني. كله فيه واحد عم يتحمل قهر الغربة والغربة الداخلية والخارجية. خلينا ناخذ أول رسالة أنا وياكم. أنا لارا زارة من القوش سهل نينا وبلدة أستاذ سمير، تحية طيبة للعاملين في البرنامج ولقناة نور الشرق، أتمنى لكم التوفيق وتحياتي للأستاذ سمير، هو علم من أعلام القوش الثقافية والإنسانية.
شكرا لارا لك. اذا مشاهدينا انتم كمان بدوركم فيكم تتواصلوا معنا اما عبر الرسائل اما عبر الاتصالات على الارقام يلي رح تشوفوها باسفل الشاشه. رح نكون مباشره هلا مع غيداء قدسي من بغداد يلي رح تخبرنا تباعا. مراسلتنا من بغداد غيداء لك الاتصال لو سمحتي على اخبار، اربع اخبار موجوده مرقت خلال هالاسبوع. بعرف العراق يضج ويضج بالاحداث السريعه، بدنا نقول الله يرحم الصحفيه اكيد يلي عم يقدموا حياتهم ويكونوا شهداء الكلمه لا يوصلوا لنا الخبر، وبدي وجه تحيه كثير كبير وقول الله يحمي كل المراسلين وخاصه صديقنا وسام راما الله يحميك. غيداء انت معنا على الخط، بتمنى تسمعيني بس من الهاتف غيداء بليز. اوكي انا معك تفضلي الاخبار لك. الخبر الاول ست كاترين اللي هو عن المظاهره اللي طلعها طلاب جامعه واسط اثناء حضور ودخول السيد حيدر العبادي الى الجامعه، حيث قاموا بكثير من الهتافات واطلاق الغازات المسيله. قامت يعني قوات الامنيه المصاحبه للسيد رئيس الوزراء باطلاق غازات مسيله للدموع على الطلبه لانهم كانوا يعني يحتجون على زياره السيد رئيس الوزراء لهذه الجامعه. هذا الخبر الحالي الان هو عن تفتيش القوات الامنيه داخل الانبار لعناصر داعش بيت بيت. نعم. يعني ظهرت الاخبار بان هناك دواعش داخل هذا الخبر عن المظاهرات اللي بجامعه واسط حاليا هذه. أوكي. تم اطلاق الغازات عليهم وسقط الكثير منهم ودخلوا مستشفيات، هاي بالنسبه لجامعه الواسط ايضا هاي الصور. نعم اذا شفنا تبع عن هالصور يلي بنحسها عن جد موجعه انه شباب عم يتظاهروا ويتقابلوا بهيك قنابل. ايه بالحقيقة الخبر ما معروف انه ليش دا يتظاهرون ضد السيد رئيس الوزراء. لاحظي هنا الغازات المسيلة للدموع والاطلاقات على الطلبة داخل المجمع. نعم خلينا نكمل تباعا معهم. نعم نحن بدنا نقول لكل الطوائف يلي صايمة هيدا اول اسبوع من الصوم يا رب يكون صوم مبارك ويكون فيه خير وبركة لكل العيال وكل الناس الملتزمين. خلينا هالأسبوع نقدم صلاتنا على نية كل الناس يلي تهجروا ويلي عم يعيشوا العذاب والألام إن كان بالعراق وبمصر. مؤخرا عرفنا قديش الأقباط عم يندبحوا وقديش في ناس يعني عم يعانوا من الظلم. نعم خلينا ناخد معك الخبر الثاني. هذه الصور الآن صار هناك توجيه أو مساعي حكومية وقرارات بإخلاء مدينة البصرة من الأسلحة سلاح العشائر والأحزاب، لأن الظاهر أنه الميليشيات والأحزاب والعشائر داخل مدينة البصرة مسلحين بعدد كبير من الأسلحة ويستخدموها لعدد يعني عمليات إرهابية. لذلك طلع قرار أو قرارات حكومية بإخلاء مدينة البصرة من الأسلحة من العشائر والأحزاب والميليشيات. نعم. تم يعني مصادرة تفتيش العشائر ومقرات الأحزاب لإخلاءها من الأسلحة، لأنه الظاهر هاي نلاحظ الصور لأنه الظاهر أن هناك معلومات استخباراتية بأنه هذه الأحزاب قد تستخدم السلاح بعمليات إرهابية أو عمليات طائفية قد تحدث. نعم رح ننتقل للخبر الثاني مع سيدة البتراك ساكو غيداء. نعم في صباح يوم الجمعة 24 شباط قام غبطة البترك مار لويس روفائيل ساكو وبرفقة معاوني سيادة المطران مار باسيليوس يلدو والآباء الكهنة بالقداس الإلهي في كنيسة مقبرة بعقوبة، وذلك بمناسبة بعد ما ظهرت الصور هذه الصور بمناسبة جمعة الموتى. نلاحظ هنا الآباء الكهنة وسيادة البتراك وعدد كبير من الرعية من كل الطوائف. في الموعظة هذه ذكر البتراك أن الحياة لا تتوقف عند الموت. هاي اللحظة هنا البتراك والسيد رئيس الديوان ومسؤول رئيس الجمعية الخيرية المسيحية أن الحياة لا تتوقف عند الموت وأن الحياة الأبدية تبدأ في هذه الحياة
من خلال الاندماج في المسيح القائم حتى تكون لنا القيامة. نعم. كمان عم ناخذ خبر التالي معك غيداء لو سمحتي. ما بعد هذا الخبر الآخر؟ نعم. بعده لاحظ انه بموضوع الاساليب اللي استخدمها داعش في الحرب داخل العراق وبالذات في مدينة الموصل، استخدم داعش طائرات بدون طيار لإسقاط قذائف على القوات العراقية والأهالي المحتمية داخل الدور. فوفقا لهذه التقارير التي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن هناك عدد من القوات العراقية عثرت على وثائق وصور لطائرات بدون طيار استخدمها التنظيم لجمع المعلومات الاستخباراتية والتجسس، وكذلك لاستخدام المتفجرات ضد العوائل. فلاحظ أن هناك مثلا امرأة لها 7 أطفال انقصفت بهذه الطائرة بقذائف ودخلوا الأطفال المستشفى، وأن هذه القذائف تقوم يعني بعمل كسور ويعني مشاكل بالعظام فوق الكسر العادي. نعم. يعني ممكن تشويع، ممكن مشاكل خطيرة يعني للأطفال. نعم. في المستشفى. نعم. شكرا كثير غيدة. بعد في عندك شيء أخبار؟ نعم، في بالنسبة لل موضوع آخر، هو أنه هناك بعض المحاولات لتشويه صورة القوات العراقية اللي قامت بالتدخل في بعض المناطق السورية. نعم. يعني أنه القوات العراقية قصفت لتحرير مناطق سورية من داعش، يتم نقل الأخبار بأن العراق يتدخل بحدود سوريا. وأنا أحب أوضح بأن العراق قام بالتنسيق مع حكومة دمشق وقوات التحالف لتحرير مناطق سورية من داعش. نعم. غيداء شكرا كثير، مراسلتنا من بغداد، على هالأخبار. أولا بدي أعزيك أكيد بخالك اللي توفى بكندا، وتعزيتي لكل الناس يلي عم يفرقوا الحياة. يعني قديش عم نشوف ناس فجأة عم يوقف قلبهم أو بمرض القلب عم يتوفوا، أكيد يعني من بعد هالضغط الصعب يلي مرقوا فيه كل العراقيين. من الهين أنه نلاقي ناس عم يوقف قلبهم من وراء العذاب والقهر يلي عم يحطوه بقلبهم. غيداء الله يحميك، أنت ووالدتك موجودة لوحدكم ببغداد، ويحمي كل الناس يلي بعدهم معك مناضلين. شكرا كثير، وان شاء الله بنضل على تواصل غيداء. ان شاء الله. اوكي حبيبي، تصبح على خير. وانت بألف خير، شكرا كثير. انا كمان بدي اقول ان شاء الله على سلامه لبيا لرانيا زميلتنا، كمان اضطرت تكون معه لانه تعرض لوعكه صحيه. رانيا سعد صحفيه، واكيد يلي بتكون عاده هي اللي عم تراسلنا وتكون مجمعه الاخبار العراقيه خلال الاسبوع، فتحيه كثير كبيره لك، والله يقدم الصحه للوالد. تباعا رح اقرا كم رساله وصلت لعنا. يسعد مساكم وطابت اوقاتكم بالخير ندى جورج غزالي، شكرا. ارام القص الياس، تحياتي لك والى ضيوفك الكرام، الله يقويك، وانا اشكرك على اهتمامك لي بموضوع الرسم وعلى كلامك الحلو والرائع تجاه عملي. أرام شكرا كثير لك، نحن فخورين فيك، أنا وإلفيرا وأستاذ سمير وكل يلي شاهدوا العمل يلي قمت فيه، لأنك عن جد هيك عم تخبرنا قديشك متأثر بالتراث تبعكم وبالأشخاص أكيد الكبار بالعمر يلي بيلبسوا هالزي الرائع. هلو، أنا رهاب من تل أسقف، فرحت هواية من شفت صديقتنا الرسامة ألفيرا، وإن شاء الله دائما بالموفقية بحياتك ومن تطور إلى أحسن إن شاء الله حبيبي. إن شاء الله، تحياتي لها. أكيد فيكم تكونوا أحرار بالحكي، ها؟ مش كل الوقت أنا لازم أحكي، فيكم تعلقوا على اللي تريدوا. كمان في عندي سلام المسيح عليكم، طبعا نشكر جهودكم الطيبة وجهود كادر القناة، تحية طيبة معطرة لعمي الغالي سمير، كونه عمود من أعمدة بلدة القوش، لقد خسرنا جهودك ووجودك بيننا يعجز اللسان عن الوصف، ولكن أتمنى لك كل الموفقية بحياتك وإن شاء الله بأعلى المراتب. روني القس يونان. شو ما بدك تقول له شيء لروني؟ شكرا للكل. ما هيك؟ وهو حافز، وهذه يعني مسؤولية زيادة لما بيعبروا عن مشاعرهم، المفروض أن تقول أكثر من هذا بأسا وقوة. طبعا طبعا.
كمان في رسالة من ميلاد جورج، تحياتي لك ميلاد. نحن الآن بزمن الصوم، نطلب من الرب أن يفرجها على الجميع وننتهي من هذه المأساة حتى يعيشوا أولادنا بخير، حالهم حال كل أطفال العالم. شكرا لك وسلامي إلى ضيوفك وإلى ألفيرا بنت اللسقف. تحياتي. تحياتنا أكيد كلنا لك. كمان في رسالة منورة مدام كاترين، أنت وضيوفك الله يحفظك ويخليك فوق راسنا، ومرسي إلك عم تتعبي مع العراقيين، الله يعطيك الصحة والقوة، ومرسي إلك. تحياتي أديسون بقدر. أديسون دايما زميل البرنامج، تحياتي لك، وكنا كتير فرحانين نهار اللي حضرتك كمان كنت ضيف. أنا اسمحوا لي وجه تحية كتير كبيرة ليوسف قطة، لجورج العرب، لكل حدا، بسام القصاب، كل حدا عنده هم انه يوصل الاخبار العراقيه على اكيد كل وسائل التواصل الاجتماعي. وهون بدي خص بالذكر لصديقنا المشترك انا وياك استاذ سمير، استاذ فوزي. ما هيك، يلي هو كمان كاتب وصاحب طرفه ووجه بشوش ضحوك جدا جدا. ما هيك، تحياتي كثير كبيره لك استاذ فوزي ولكل يلي عم يتابعونا. حضرتك من الناشطين اجتماعيا، وكمان عرفنا وقت جيت على لبنان ما قعدت هادي، ولكن كمان بعدك عم تشتغل، ومن الاشخاص يلي بجمعيه التبني الامريكيه بتحضير الاستمارات وزياره العوائل. حطنا شوي اكثر بالصوره يلي عم تقوم فيها بمنطقه زغرطة وطرابلس. ايوه، البرنامج ابتدى من شهر 7 2014، واللي يقوم به هو المجلس الرعوي لكنيسه مرتوم الرسول في ميشيغان امريكا. نعم. لحد شهر العاشر او شهر التاسع 2016. لازم يعني هي عوائل كثيره، حدود 3200 عائله، والعدد المتاح للمستفيدين هو يعني ما يعبر 600 و700. فصار اقتراح بانه يبدو برنامج جديد، اسماء اخرى، فاختاروني واحد من اللجان يعني. فقمنا بزيارة العوائل كلها ونملي استمارات ونكون دقيقين بالمعلومات، وما نتمنى من الأخوة أن يمنحونا ما يمتلكون من معلومات لكي يعني نعطي فرصة للذي هو محتاج أكثر لهذه $100. ومن خلال هذه الاستمارات تعرفت على هواية ناس وعلى مشاكلهم وما يندب له جبين الإنسان، ما أراه من حالات مؤلمة ومقززة. نعم. لا يجب أن تكونوا في هذه الأماكن. قبل يومين أنا زرت عائلة في زغرطة من منطقة كرمليس. لازم أنت تحكمين بالإنسانية بأنه هي في حالة إجهاض. أوف. مرأة مشلولة، شلل رباعي، يعني أطفال، وعندها ابن واحد، وهذا الابن عنده فتحه في الكليه، يصير خلط بين الافرازات اللي يعني البوليه والبروتين. نعم. وحالته يرثى لها، ولا احد من معين ولا من امل يعني يحل مشكلته، لا بالرجوع ولا باكمال مشواره والى اخره. يعني حالات لابد للمجتمع الدولي ان ينظر، واي مجتمع دولي. نعم. حاله صعبه جدا. اوف، يعني بفهم منك في كثير عوائل عراقيه موجوده بمنطقه زغرطة طرابلس. يعني حسب تقديراتي اكثر من 130 عائله. يا عطرة، هالقد صار العدد. اكثر هذا في زغرطة اللي هي ناحيه نائيه في شمال اللبناني. نعم. فكيف هنا وفي مناطق اكيد أخرى. انا بدي اقول لك شكرا للمسافه الكبيره يلي قطعتها من زغرطة لهون، وانتظرتنا من الساعه 7 لحد هلا. يعني أنا بدي أشكرك كل الشكر باسم كل إخوتنا كمان العراقيين يلي عم يتابعونا. قبل ما نطلع بريك رح أقرأ هالرسالة، بنرجع بناخد بريك ونكمل أنا وياكم. مساء الخير، الرب يبارك جهودكم ست كاترين، سلامي للضيوف. يوم جديد وجرح أكبر كل يوم كأوراق الخريف، نتساقط من جذع شجرتنا الأم فيحملنا الريح حيث ما يشاء على الأرصفة الملونة بأنفاس غريبة والشوارع المحملة بالخطايا. هناك نداس بأقدام المرأة أو بعجلات السيارات التي تسحق منا ما تشاء كأوراق الخريف. هنا بعيدا عن كل شيء في الغابات المرهقة وبحار الموت التي لا تنتهي، ورحيل مع الزمن إلى الفناء. نعم كل شيء زائل، ولكن لماذا قبل أوانه؟ انتهى وقت الربيع الذي لم يدخل حياتنا، ربيع خائف حزين، ربيع غير متفائل بالغد.
لم تتفتح وروده فقط لبضع ثوان يبست دون أن تنثر عطرها للعالم، يبست وهي في قمة عطائها وانكسر عودها. نعم، صحونا بعد برهة وكان كل شيء قد أصبح رماد، فلماذا صحونا؟ شكرا نصير جلو على هالرسالة اللي هي شوي طويلة. بحب كتير انكم انتو تقولوا الاشياء مش انا، ومنيح ما عملت كتير اغلاط املائية هالمرة. رح نوقف بريك ونرجع انا وياكم نروح مع احلام الفيرا يلي تجسدت على اوراق فيها رسم والوان. إلهي لا تهملني ولا ترخي بي الأيدي ولا تنظر إلى سيئاتي، فأنا أنظر إلى أتعاب ابنك عن ذنوبي برمتها، فأنت إلهي رحيم الحليم الكريم. إلهي لا تهملني ولا ترخي بي الأيدي ولا تحنن علي وارفق بي، اهدني واجذبني إليك وشدد قلبي بمحبتك. إلهي لا تهملني ولا ترخي بي الأيدي ولا تنظر إلى سيئاتي. مكملين نحن وياكم بالعراق أونلاين بهالفقرة لنشوف قديش قدر الإنسان يتخطى الصعاب. أوقات بيقدر يترجمه بكلمة، أوقات بنغمة، مثل ما سمعنا إلهي لا تهملني من المايسترو طارق مكرزل، كلمات البطريرك حويك. هالكلمات يلي بتدق بقلب كل واحد منا ومنصليها دايما، وقدام أي صعوبة منصرخ كلنا سوا إلهي لا تهملني، لأنه ما في إلنا غيرك يا رب. مهما بعدنا، مهما أخذتنا الدنيا بألامة وصعوباتها، بتبقى أنت نور حياتنا. مع هالصلاة أكيد بدي أرجع أنا وياكم لألفيرا لنرجع على أرض الواقع ونشوف ألفيرا يلي عاشت بمعرض خاص للاجئين المسيحيين تقريبا من سنة، وجسدت يلي تعرضوا له من اضطهاد
بالرسومات يلي رح نشوفها سوا. بدي اشكر اكيد الزميله ساره على الاخراج. ساره بدي اقول لك شكرا. كمان الفيرا بدك تخبرينا تيبي عن هلا رح نشوف الرسمات. امتى بلشت ترسمي؟ طبعا انا كنت احب الرسم هوايه. كنت ارسم بس بالمدرسه، ما كان عندي يعني وقت غير. كنت اشارك بمعارض مدرسيه بس، يعني مع الاسف ما توفرت الفرصه انه اطور نفسي بالعراق، لانه ما كان اكو دعم يعني. يعني فينا نقول اليوم الهجره عطيتك فرصه جديده شوي تحققي فيها هالفن يلي عم نشوفه بالرسم. صح، طبعا انا اهلي دعموني خصوصا لما وصلت على لبنان. اكيد يعني حاولت اطور نفسي هوايه. نعم. واني بدايتي كانت كلش متواضعه، يعني مو متعلمه رسم ولا شيء. بس حبيت هوايه يعني انه اشوف الرسم شنو. عرفتي شلون؟ اخذتك حشريتك على الانترنت مثل ما خبرتيني. صح. بديت اشتري كتب واقراها، بديت اتفرج فيديوهات اتعلم رسم. بعدين سمعت انه اكو معرض خاص للاجئين المسيحيين العراقيين موجودين بلبنان اسمه صرخه شعب وحضاره. نعم. وسمعت به، طبعا انا كان مستواي كلش متواضع، واشكر ست لومه اللي شجعتني هوايه انه اشارك بهذا المعرض. عم نشوف هون رسمات كثير حلوه وجوه بنعرفها. نعم. يعني تشجعت انه اشترك بهذا المعرض وعبر عن معاناة شعبي اللي يعيشها بلبنان. والحمد لله توفقت وشاركت بالمعرض. كثير مهمين هالصور يلي عم نشوفها والتعبير، يعني اذا مش دارسه وهالقد استاذ سميرة شاطره باخذ البورتري، يعني التكوين والتفاصيل الصغيره، شيء كثير رائع جدا. اكيد، لانه اشتغلت على نفسي هوايه، وانا بدايتي كانت كلش متواضعه يعني وبسيطه جدا، بس اشتغلت على نفسي هوايه وتعبت وسهرت، خصوصا يعني بمعرض صرخه شعب وحضاره. كنت اسهر الساعه 2-3 الفجر، انا اقعد اتمرن على رسمه يعني حلو، لحد ما وصلت للمستوى انه قدرت فعلا انه اشترك واكون على قد المسؤوليه. نعم. اني اشترك بهيجي معرض كبير اللي كان عليه اعلام قوي يعني. صحيح. والحمد لله. هللويا، نحن فرحانين فيك كثير وبكل الاعمال اللي قمت فيها. خلينا ناخذ اتصال سوا. الو. الو. نعم، تفضل حضرتك على الهواء. مساء الخير مدام كاترين، كيفك؟ اهلا وسهلا، مين معنا؟ انا شماس ميلاد رفوكا. اهلا ميلاد، يا هلا، كيفك صديقي؟ كيفك؟ شو نشكر الله. نشكر الله. شو مداخلتك الليله معنا ميلاد؟ اكيد، ميرسي لك، وبحب سلم على الفيرا، وبحب اقول لها كثير كثير. شو بليز ميلاد اسمعني بس من الهاتف، بتمنى منك بليز بس من الهاتف. أوكي، اسمعني. اوكي، يعني خفف تلفزيون او اطلع لبرا. يلا بسرعه بليز ميلاد. اوكي زين. بحب سلم على الفيرا، وبحب اقول لها وبتشكرها على هالرسم الحلو، وبحب اقول لها كثير الله يقويها، وان شاء الله تكون من المبدعات ومن الفنانات اللي تكون بعد اعلى واعلى ان شاء الله باعلى المراتب. ان شاء الله. تسلم ميلاد، شكرا لك. شكرا. شكرا لك ميلاد. شكرا كثير لكل الاشخاص يلي عم يكتبوا، هن كثار. في عنا رسالة: منور أخي العزيز سمير، يا رب دوم الموفقية في حياتك، والرب يجازيك على أعمالك التي تقوم بها من أجل قريبك الذي يعاني. تحياتي لمقدمة البرنامج كاترين والأخت ألفيرا، من أختك غيداء من القوش. أختنا غيداء تحياتي كتير كبيرة لك وكل يلي عم يتابعونا. كمان تحياتنا للغالية ألفيرا مازن، الشابة التلسقفية المبدعة، وإلى كادر قناتكم الرائعة، وإلى كل التلسقفيين في لبنان. سلامنا لكم من سماء عمان الأردن إلى سماء بيروت لبنان، من إخوتكم عائلة نجيب كبولة وأولاده عدي ونوار. شكرا كثير. وأنا بدي وجه تحية كثير كبيرة لأخوتنا يلي عم يتابعونا بالأردن، وتحية كثير كثير كبيرة لكم. كمان بدي أقول تحية من قلبي لكل الناس الموجودين بالقليعة، وإن شاء الله الأسبوع الجاي بيكونوا معنا بالصور بالزيارة يلي قمنا فيها لمنطقة القليعة وزرنا فيها. تقريبا التقينا بالعيال هنيك
للعائلة بتستوعب تقريبا 55 عائلة عراقية مسيحية موجودة. كمان عندنا مساء الخير للجميع وصيام مقبول، نشكركم على هذا البرنامج للتواصل مع العراقيين، سلامي إلى الحضور وبالأخص إلى بنت أخي ألفيرا من عمك عصام والعائلة. أكيد أوجههم تحية هواي. أكيد، شكرا شكرا كثير لكم. سؤال، بس أتمنى ما تذكرين اسمي. أوكي، ليش وقت رح تضلين تضحين مشان العراقيين وشنو سر هذا الحب الكبير لغدي داي؟ ولا لا هيدا سر انزرع بقلبي، كنا عم نحكي تحت الهوا انا واستاذ سمير والفيرا، حبكم بقلبي ما بعرف اذا انت من بغداد ولا لا، هلا انا بعرف بس ما بدي اقول من وين حضرتك. انزرع هالحب بقلبي لانه نمت تحت سماكم وحسيت بالحريه وشفت نجومكم وقت نمت بقرقوش، شفت السما قريبه على العراق كانت يومتها، فمن يومتها قلبي علق فيكم وبحبكم ورح ضل قادره اكمل بهالرساله كل ما الله عطاني نبض لقلبي ونضلنا نكفي فيه. إن شاء الله. بين ايدي بين الاكام والركام نواح حمام، هالكتاب الرائع لاستاذ سمير، استاذنا شو بدك تخبرنا عن هالكتاب وشو الظروف يلي انكتب فيها؟ هذا الكتاب يحكي قصة واقعية لإنسان عاش مخاض تجربة إنسانية فيها انطفف الوجدان ليعلن أنه لا يقبل بالخطأ. هذا الكتاب يحكي قصتي أنا عندما التحقت مع الفصائل الثورية في شمال العراق. وهل فعلت هذا؟ نعم. ومن هناك يعني ذهاب إلى سوريا وتحمل المشقات وعناء الطريق وجلب الملتحقين من أوروبا ومن مختلف دول العالم. نعم. على كل يعني بديت من نقطة ورجعت للنقطة سلامات، فشفت بأنه هاي التجربة ممكن ترجمتها إلى حرف وجملة وواقع، والحمد لله صار إلى صدى، والآن في لبنان مثل ما يعني قلت لك أن هنالك شركة تساومني أو تحايرني لتجعل منه فيلما وثائقيا. ولا لا يعني نية للعراق فيك. أهلا وسهلا فيك ولبنان وكل العراقيين. شو رأيك حضرتك هيك بما أنه وعدتني تحت الهواء أنه تقدم لي الكتاب؟ أيوة. بتركك تكتب كلمة صغيرة. نعم. كون أنا بهالوقت عم أقرأ رسائل تباعا لنربح الوقت. بزيدني شرف أن أمنح لك هذه النسخة. تسلم تسلم، ربي يحميك. خليني أخذ رسالة يلي بتقول: مرحبا، مع التحية لضيوفك الكرام، نحن شعب قهرنا الشيطان وتركنا كل شيء من أجل المسيح المخلص. شكرا أستاذ عبير، كلام جد رائع. مساء الخير مدام كاترين وتحية لضيفك الكريم، الله يبارك فيكم لفعل الخير وإيصال صوتنا لكل العالم. أنا فايز يوسف من كرم ليس، بس قطعت المساعدة وفي ناس كانوا محتاجينها. هاي تبعي. هاي لك أنت الرسالة. أنا افتكرت لقلي نقز قلبي. ما قلت أنا لا، نحن مش عاملين هيك بعد يعني. ان شاء الله ان شاء الله يا رب تقدروا كلكم تساعدوا بعضكم وما يبقى في حدا. جاوب. ايه اكيد، تفضل جاوب لو سمحت. يعني احنا اتفقنا او الاعازات اجت من امريكا حسب المصدر، ان الناس اللي كانت تستلم ضمن الوجبة الاولى من شهر 7/2014 لحد شهر 9/10/2016 بعد تنتهي صلاحيتها ولا ما تستلم مهما كانت الظروف، الا اذا يعني لا سمح الله في سرطان او حاله صعبه او يعني ظرف ما حد يقبل على نفسه. اما الباقي لا يجوز. فبدينا مشروع اخر، برنامج اخر، وهذا البرنامج جديد في تنافس، لانه احنا يعني في اكثر من 1000 عائله 2000 عائله، ومسموح لنا نمنح ل 650 او 700 عائله. فلازم يصير بالموضوع مفاضله، اللي ظروفه، اللي عنده اطفال، اللي عنده مريض، اللي داخل لبنان من 2014 والى اخره من المحدودات. نعم. تسلمين عليه. نعم. اذا ان شاء الله يكون وصل الرساله للاسف. اها، شكرا كثير. لي الشرف انه اخذ هالكنز من بين ايديك لإلي. وارجو منك تقريه وتبلغيني. اكيد. اذا هذا الكتاب هي هديه لإلي.
وين موجود اذا حدا بده يحصل على الكتاب؟ موجود شيء؟ انا موجود في عندي هون في لبنان بمنطقة زغارتا. فينا نتواصل معك؟ ابد. حاضر. اوكي. فيكم تكتبوا رابي يونان على الفيسبوك، بيطلع استاذ سمير قدامكم، فيكم تتواصلوا معه وتاخذوا كمان بدوركم هالكنز. ماذا عن الوطن؟ ماذا كتبت عن الوطن؟ الوطن، نعم، في انا مقالات كثير يعني كتبنا على الهجره، على الوطن، على الغيره، على اللي صار، على الهجره يعني على النزوح. فمقتطف: احبتي، ارجو لكم وطنا سعيدا بعد ان انتزعت القلاده من على صدر عشتار، ذلك الصدر وتلك المساحه التي احتوت وادي الرافدين ميزوبوتاميا الامس كله بحبها وعشقها ليغدو ايقونه عصره ومثار جدل ولؤلؤه لا يستطيع أي محار من صياغتها. حب قوض مضاجع الأسود والنمور وأسقط التيجان والعروش، ورثناه نحن دون وكس أو شطط، يعني زيادة نقصان، لنجعله قوس من شجيرة الدفلة على مداخل دورنا، يعني بجنونه، وتوصما جميلا عند نعوش موتانا لنتذكره وليبقى سوارا يلف معاصمنا. والمقالة تطول وتطول. شكرا لك. حلو 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 كتير. يعني أنا فرحان اليوم ما بخبرك قديش بأنك موجود معنا، وعن جد أنت وألفيرا عطيتونا غنى الليلة بين الفن والرقي والكلام الرائع بهالحلقة. خليني أخذ كمان كم رسالة على السريع لأنه للأسف الوقت عم يدهمنا. هلو ست كاترين وأستاذ سمير والأخت ألفيرا، بركات يسوع معكم لتكونوا نورا للشرق ولتصل محبة يسوع من خلالكم في كل بيت. دمتم تحت رعاية الرب ومريم العذراء إخوتكم ياقو رمو وفؤاد أسمرو ونجيبة أسمرو من ديترويت. شكرا. حلو أنه حد عم يتابعنا من ديترويت. حبيت. الله يكون معكم. شكرا لكم. شكرا جزيلا اولاد عم زوجتي. وكثير حلو هيك. أيوة. انه يمكن انتم شايفينها كثير صعبه، ولكن الله وعدنا انه الارض كلها لالنا ونحن اسياد على هذا الكون، وانتم كالملح عم تثمروا وتطيبوا الاماكن يلي عم تنتشروا فيها. مع انه كثير صعب، ما انه سهل اللي عم اقوله. إلى الأخت كاترين موسى، شكرا لك بما تقدمين برنامجك هذا للعراق الجريح، وأرجو أن توصلي تحياتنا إلى أخي سمير القس يونان والأخت ألفيرا هيثم وسراب القس يونان. أخوي شكرا لك. أخوك أخي. أيوة, أيوة. من ألمانيا. والله يبارك بهالأم يلي والأهل يلي جابوا لنا إياكم، عندكم كنز رائع جدا هو أستاذ سمير. كمان في رسالة: مرحبا سيد كاترين، نشكر جهودك لمساعدة العراقيين في بلاد المهجر، تحياتي لك ولضيوفك الكرام، تمنياتي للغالية ألفيرا بالتوفيق، وإن شاء الله يوم نشوفها رسامة مشهورة من خالتها رندا كبولة. شو بدك تقولي لرندا؟ أكيد تحياتي إلها ولكل أهلي اللي شجعوني ودعموني، و أكيد الله يوفقك ويوفق الكل. أنا حاسة بالفعل أنه رح يكون عندنا زنبة جديدة عم ترسم العراق من خلال نفستها اللي هي أنت النافذة الخاصة فيك. تحية إلى ضيوفك الكرام، وتحية خاصة إلى ابنة قرية ألفيرا من حسام جورج. تحياتي كمان. مساء الخير ست كاترين، وأهلا بضيوفك الكرام، ومن صميم القلب نشكرك على كل جهودك التي تقدميها إلى الجالية العراقية يا صاحبة القلب الطيب، يا من سكنت في قلوبنا. تحية لضيوفك والأخت رانيا. رانيا كمان أكيد أنا وياك رائد من لب ومن بعث له تحية. أستاذ أمير كمان تحياتنا لإلك، عم يجرب يتصل فينا. كمان في رسالة: سلام المسيح معكم، تحية طيبة لضيوفك الكرام، الله يبارك بك كاترين ويقويك حتى تقدري تكملي رسالتك العظيمة في كونك الوحيدة التي تسعى إلى توصيل صوتنا، وإن شاء الله يوصل صوتك وما رح يروح تعبك هباء. وأحب أقدم تهنئة للسيد سمير بمناسبة عيد المعلم، كل عام وأنت بألف خير، وتحية للأخت ألفيرا، الله يوفقك ويسوع يرافق حياتكم. ذكرى جاجي من قرقوش. تحية للأخت ألفيرا وهذه الموهبة الرائعة التي تصور الجمال الذي نفتقده في بلدنا المجروح، واللوحات تعبر عن إحساس وموهبة عالية، نتمنى تستمر بفنها. أتمنى أن تقوم برسم لوحات تعبر عن جرح المسيح العراقي المهجرين لكي تصل رسالتنا للعالم. ألفيرا دليل على أن الفن العراقي الأصيل لا تخنقه روح الشر والموت،
عمل الأستاذ سمير عظيم، ونتمنى أن يتحول إلى فيلم وثائقي يعبر عن الإبادة الجماعية بحق مسيحيي العراق. هذه رسالة غيداء كمان لألكم. يسعد مساكم مدام كاترين، تحية لك ولضيوفك الكرام، الله يبارك بجهودك لمساعدة إخوتنا العراقيين بلبنان. أفراح جورج من تركيا، شكرا كثير لكم كمان، تحية كثير كبيرة لأخوتنا العراقيين اللي موجودين بتركيا اللي عطول بيتواصلوا معي على مدار الأسبوع عبر الفيسبوك وغيره. أستاذ سمير، ثلاث صور رح نشوفهم أنا وياك والمشاهدين وتخبرنا عنهم، لإلك سارة. هالصورة يلي عم نشوف أستاذ أمير وحضرتك موجود مع عائلة، شو بتخبر عن هالصورة؟ هيدا لازم نشوفها قبل هوديك اثنين ولا لا؟ مش مشكلة يعني. تفضل. هذه في سنة 2014 بالتحديد شهر 11 كانت هاي المرأة الضريرة بربارة توفى أخوها وبقت زوجته بالمنطقة الدورة بغداد، وهذه هم مسنة ومتعبة وأمراض عديدة ما استطاعت في إدارتها، فاتصلت بجيرانهم العائلة الشريفة المسلمة بيت حسين وحضية أنا سميهم نش قد ما صاروا أصدقائي. نعم. فأعلنوا استعدادهم في إيوائها عندهم. هم مسلمين. هم مسلمين نعم. في شهر السادس 2016 ومنطقة دورة منطقة ساخنة وموبوءة بالعصابات الإجرامية تعرضوا للتهديد. نعم. قائلين لهم يعني هم عائلة شيعية، احنا يعني تاركيكم تعيشون معنا عائلة شيعية وتخلون نصرانية معاكم، هذا مستحيل، اما تطردوها او تطلعون من منطقة الدورة. نعم. فاتصلوا، هي لها اخ في كندا ضريرة بربارة، اتصلت فيه اعلن استعدادها للمساعدة وبلغهم يروحون لبنان وهو يساعدهم. على كل كملوا اوراقهم واجوا لبنان واتصلوا فيه، ماكو جواب، صارت عائلة منكوبة، ما يعني في مهب الريح، لا مساعدات لهذه، الى ان تلقينا خبر بانه في يعني موجود عائلة في منطقة الفنار، رحنا زرناهم والتقينا بهم واللي في القلب ساعدناهم وسويت لهم استمارات، وسويت كتبت مقالة رائعة جدا جدا نشرتها في المواقع الإلكترونية والقت اعجاب لدى الناس ودزوا لي مساعدات لهم. حلو. وانا وصلتهم، وهذه الوجبة الثالثة اللي انطيناها مال يعني التبني. نعم. اثنيناتهم انطيناهم $600 والحمد لله والشكر. نعم. خلينا نشوف ثاني صورة. هذه نفس هذه العائلة. هذه لما رحت المرة الثانية وانطيتهم فلوس. نعم. نعم. وثالث صورة. ثالث صورة هذه مع الأول، مع الزيارة الأولى لما رحنا كملنا استمارات لهم. نعم. هي هاي الضريرة هذه المشعر الأبيض. نعم. وحسين المشلول هذا اللي بجانبي زوج حضية. نعم. وعندهم بنات حضية هم مرضى وحالتهم المادية يعني متردية، الحمد لله قدرنا ننقذ جزء من معاناتهم. نعم. كنت حابب تخبرنا عن راهبة. الراهبة أيوة ماسير حسنة. وأنا كتبت مقالة رائعة، هذه الراهبة هذه العظيمة هذه البطلة تابعة للرهبة الأنطونية. نعم. ويعني حاضنة العوائل العراقية مثلك واحتمال أكثر بدون زعل. إيه أكيد بدون زعل. يعني تنزل بكل الحدود الجغرافية تبع المارونيين ولا السريان ولا الحدود الجغرافية اللي صنعها سايكس بيكو الاستعمار، نزلت بكل طاقتها وهي مريضة وهي ضعيفة. يعني تمنح من ضعفها قوة للناس. نعم. وقدرة تحضن وقضاء التناول والعماد والمساعدات وتزور العوائل. بصغرته. حلو. بصغرته أيوة. وبالتعاون مع منظمة مالطا مسوين مستوصف يعني مو مجاني، يعالجون بس بأسعار رمزية. حلو. فهي شي إنسان بالقلب. أكيد. كمان بنوجه تحية كمان لكل العاملين وخاصة الأشخاص المكرسين إن كانوا رهبان أو راهبات يلي بيعرفوا بالفعل يجسدوا حياتهم الرسولية ويجسدوا وجود يسوع وتعاليمه بحياتهم اليومية مثل أخت حسنة. فتحياتي كتير كبيرة لك ولكل إنسان بيعرف يعطي نقطة مي لخيه الإنسان بالوقت والمكان المناسب. خليني أقرأ رسالة بظن رح قلبك يدق هلأ 100. تحية خاصة لكم ولجهودكم المبذولة، تحية معطرة بعطر الدمع والاشتياق، اشتياقي لك لا يوصف ولا ينوصف. غزالة القسيونات، والدة الأستاذ سمير.
وين موجودة غزالة؟ يعني هي حاليا في القوش. دموعك غالية على قلبي. هي حاليا في القوش وأمام الملأ. أقول في هذه اللحظة لو تطلب حياتي نو ريفيوز ولا لا، فقط هي بالعالم كله بالكون كله، مع احتراماتي أكيد وأنا بعيد عنها لضرورة أحكام. وشكرا. أوف، يعني دموعك غالية على قلبك وقلبه، وأنا بدي أقول لك نيال الله فيك يلي قدرت تجيبي إنسان هالقد رائع، وجهه بيشبه الله مثل ما شفته بهالمحبة، ودموعه أكيد تقدمة اليوم لإلك. وقريبا نحن رح نحتفل بلبنان بعيد الأم إن شاء الله، هالشهر المبارك اللي فيه عيد. أحلى عيد. عيد الأم، وفيه عيد المعلم، وفيه عيد مار يوسف، يعني هالعيد يلي بيحمل العائلة العائلة، ما هيك؟ فأنا اليوم كتير فخورة فيك أستاذ سمير، وبدي أشكر مجددا أستاذ فوزي على هالفرصة الحلوة يلي سمح لي اثنيناتكم تكونوا ضيوفي اليوم. بدي أقول اليوم هو عامل إعداد الحلقة، أكيد الأسئلة وكل شيء أنا، ولكن وجودكم هو بركة كتير بيناتنا. أنا فخورة بك أو بك ما بعرف، وأنت تبذل جهدا عظيما من أجل النازحين في سهل نينوى. أهدي تحياتي للأخت كاترين وإلى الأخت ألفيرا، برككم الله لتكونوا شمعة تنور كل ظلام بقوة يسوع. عامرة سميرو أختك؟ مدام. مدامتك أو لا لا، تحياتنا لعليك يا عامرة. شو حلو اليوم كل العائلة مرفقتنا. مساء الخير، صوم مبارك للجميع، شكرا على البرنامج الجميع وضيوفك الكرام، دومك مبدعة مبدعة في الرسم يا ألفيرا، سلامنا إليك من بسمان وميرنا في الأردن. كيف تحياتي بنت عمي. بنت عميك كمان حلو. مساء الخير، تحية لضيوفكم الكرام، وتحية للأخ والصديق والجار العزيز الكاتب الكبير سمير القسيونان، الذي يبارككم الذي يبارككم ويعود محبتكم. أخوك سنان من الأردن. أوه. شو قلبك عم يدق منيح الليلة. تحيات طيبة لكم أخت كاترين، وإلى الأخ سمير، وإلى المبدعة ألفيرا، نتمنى لها التوفيق والنجاح من فادي توحي. ست كاترين الله يحفظك، وحياة المسيح ملينا بلبنان، شوفي لنا صورة حل، تعبنا وأولادنا تعبوا وإحنا كمان. نتشكرك. أخوك روميل داود، أرجو الرد. إيه على أنه يا ريت هي الشغلة بإيدي، كنت هلأ دغري عملت لكم طيارة على أستراليا، وعملت ندى سالم قاعدة حد الكابيتان، لأنه ندى كل يوم كل يوم بتقلي أنت كاترين ملينا، تالي رح نبقى هون ولازم نمشي ولازم نفل. فأنا يا ريت الشغلة بإيدي، أكيد ما كنت تأخرت عنكم. مساء الخير، تحية لضيوفك الكرام، تحية للأخ والصديق والجار العزيز سنان من الأردن. أيوة يا سنان. هلا سنان. ما بعرف بعد في عنا هون رسالة. هاي مدام، سلامي للكل بس بلا زحمة بلا عرض الاسم، بس عندي سؤال لألفيرا، قولي لها وين يا إلهي وين خليت الشحن مالته؟ ما بعرف مين هيدا اللي عم يتساءل علينا. يعني يلا مشغل. هي فرصة للمشاهدين هم الحلقة. يعني أنا كتير بكون فرحانة إنه يكون برنامجنا هو فسحة فرح، فسحة لقاء، فسحة هيك كلام ومودة. أركان، عندما نرى هكذا شخصيات مبدعة ومتألقة تهجر العراق، لا يمكننا القول سوى ما الذي خسرته يا عراق. أركان بكى. أركان صح. أيوة. العراق خسر كتير عن جد، يعني أنا بكون مقهورة، لأنه أركان وولاده أشخاص فنانين، ولاده ابنه أندريان بيصور فوتوغراف رائع مع أنه صغير بالعمر. أركان رغم أنه كان مسؤول بمستشفى بقرقوش، ولكن كاتب كمان. أيوة. أركان معنا على الخط، تفضل أركان، شو المداخلة اللي بتحب تعملها اليوم؟ مساء الخير مدام كاترين. مساء النور. تحية لك وللضيوف. شكرا. بسرعة أركان، بعد معنا دقيقتين. يعني عن جد إنه الواحد لما بيسمع هيك وبيشوف هيك ناس مثقفين ومتألقين، إذا للكاتب إذا للفنانة الرسامة اللي معك، بينقهر. بس إنه ما في حل هيك، يعني هي القصة. بالإضافة إلى أنه عندنا إمكانيات كتير كبيرة، بتعرفي أنت كتير طبعاً، في عندنا فنانين رسامين ومبدعين، وفي عندنا هوايات كتير، بس للأسف أنه ما بنقدر نطلعها هون، وما عم يخلونا نطلع شيء.
نعم لانهم مسكرين الباب بوشنا للاسف ولا عم يخلونا نعيش بوطننا. ما بعرف شو بقول لك يعني. بدنا نقول كلنا لتكن مشيئتك يا رب، ما فينا نقول غير هيك. ان شاء الله ان شاء الله. بس شو راح يخسروا العراق؟ راح يخسر العراق. خسر خسر يعني. نموذجين من الفن الراقي والتحفة بالكتابة والفن، هودي خسارتين هلأ عم نحكي عنهم هلأ بالحلقة. كيف عن عوائل كثيرة غادرت العراق؟ أكيد. نعم أركان الله يحميك ويحفظك، وإن شاء الله نلتقى قريبا، وشكرا كثير على اتصالك. قبل ما ننهي مع أستاذ سمير، ألفيرا شو بدك تقولي بآخر حلقتنا؟ تقول لكل الشباب المسيحي المهجر انه ما يفقدون الامل ابدا، والموهبه حلوه يعني، الموهبه تجي من الرب، حلوه اذا الواحد يطورها، واي فرصه تجي ممكن الانسان انه يستغلها ويستفيد منها. طبعا انا بدي اقول لك شكرا كثير، ويسوع يبارك ايامك، وان شاء الله دائما الى الامام، وتضلك هيك يكون في بقلبك صرخه شعب مجروح عم مع كل الجراح عم يبدلها بفن والوان. اكيد. شكرا جزيلا لك اخت كاثرين على استضافتك. تسلمي لي الفيرا. شكرا لك، وان شاء الله عليك. اكيد بيكون لنا بعد لقاءات باذن الله. كل ما هو البرنامج موجود العراق اونلاين رح تكونوا ضيوف غاليين وعزيزين على قلبي وقلب المشاهدين. استاذ سمير، يعني الكلام معك وجعبتك ملانه من الاخبار والكلام، قبل ما ننهي حلقتنا شو بدك تقول؟ انا اللي يعني اريد اقولها لازم نعم بعد نحكي وباختصار فيها. انت اكلتي قلبي بالاختصار. وفي ما شاء الله، بس ما يخالف، ما هيدا الوقت وعندنا مباشر يعني ما فينا نلعب. اللي اريد اقوله باصرار والحاح، ارجو من الكنائس، ارجو من المسؤولين، الاحزاب القوميه والحركات والمنظمات والتجمعات، نبذ الخلافات والتشرذم والتنابزات وال يعني كلام ما له طعم، ولنجعل هالهجرة هذه هالنقبة اللي صارت داعش أن تكون حافز في توحيدنا، ولا يعني بعد فترة أو هنا يأتي راح نسمع صوت الشخير لأنه الماء وصل للريق، وبالتالي سننتهي دون رجعة، وخلينا نحس بالمسؤولية. نعم استاذ سمير، حضرتك من الناس يلي بدهم يتركوا لبنان ويهجروا على بلد ثاني، ولا بدك ترجع على العراق؟ يعني اكيد انا بدي، بس ما مش باليد حيلة. يعني حاليا القرقوش محرره وما بيخلوها يفوتوا القرقوش اصلا. كيف بدهم يفوتوا؟ يعني انت لو تعرفي البرلمان شو دايسوي بالمسيحيين، ما عندنا يعني، بس الله اللي يدافع حاليا. واحنا بنفسنا صفنا متشرذم، صفنا مشتت، يعني يجعل بانه انت الامل بعيد عنك. نعم. ويا ريت يا ريت نفكر ضمير وجدان، ونفكر بهذه الناس الجوعانه والعطشانه والمشرده واللي انهانت وانذلت، لننطلق سليما نحو الامام. اكيد اكيد. اي الفيرا، طبعا باخر الحلقه احب اشكر اهلي اللي دعموني هوايه، واحب اشكر كل صديقاتي اللي هسه يتابعوني. نعم. وشكر خاص للفنانة المبدعة لوما لويس واستاذ فوزي. حلو. الله يحفظهم ويحفظكم جميعا. انا بدي اقول للسيدة غزالة صادق تحية من قلبي. أيوة. لقلبك، لانه بالفعل كثير حلو هالنعمة يلي الله عطاك اياها بهالاولاد يلي انتشروا بالعالم، ومنهم استاذ سمير. خلينا ننهي معك لو سمحت، تفضل. شكرا جزيلا لهذه الفرصة ولهذه الشخصية الرائعة المحبة للمظلومين، وممكن هل سطر نقرأها حتى ما تقب قلبي؟ أكيد تفضل. نحن تلك الصفحات المهمة من سفر العراق، فإن انتزعت يضحى السفر لا معنى له. لا يمكن لسماء العراق أن تبقى عامرا بنجومها بغياب المسيحيين. نحن ذلك العشب الغض الطري النظيف الذي سحق بأقدام الفيلة المتصارعة، لكن لابد للعشب أن يعود ويغضر، أما الفيلة فلا بد لها أن تشيخ ثم تموت. وشكرا جزيلا، وفرصة سعيدة جدا جدا. وأنا رح أطمع مرة تانية تكون ضيفة بإذن الله. إن شاء الله أنا حاضر في أي وقت وأي لحظة، ومع أنه المسافة من صغرتك وأبعد عكار.
خليلي قلبك. مشاهدينا نعم، لن يكون أي بلد من دون مسيحي، لأنه المسيحيين هم ملح طيب ممكن يعطي، وهن كمان خميرة للعجين. أيوة. ممكن يعطي جمال ورونق للحياة أكثر وأكثر، وطيبة، طيبة يسوع يلي انزرعت بقلوبنا من وقت ما حطينا عجبيننا صليب المعمودية. تحية كتير كبيرة لكلكم، تحية لأبونا دنحة، تحية لكل اللي عم يتابعوني بالعراق، بالأردن، بتركيا، بديترويت، وين ما كنتوا. يسوع يبارك أيامكم، وإن شاء الله يكون إلنا أكيد لقاء تاني. كونوا بكرة ساعة 3:30 على الموعد لتشوفوا الإعادة للعراق أونلاين، وإن شاء الله يوم الثلاثاء على اليوتيوب بتتابعوا هالحلقة وبتخبروا بعضكم يلي ما قدروا يشوفونا الليلة. يسوع يبقى معكم، ودايما تحية الله هي التحية اللي بتدوم. كونوا فرحانين لأنه إلهنا من السماء شايفنا، ونحن وياه فاتحين قنوات من هون لنكون نور للشرق. تصبحوا على وجه يسوع.